يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارات تعد من سب الدهر، وهي أن يقول القائل أسوأ أيام عمري، أسوأ أيام عمري كذا وكذا، أو أبشع اللحظات كذا وكذا؟ إذا كان قصده سب الأيام فهذا لا يجوز، هذا من سب الدهر. أما إذا كان قصده وصف اليوم أو وصف الشهر، وصف ما هو بسب، فلا مانع. عذاب يوم أليم، عصيب يوم عصيب، يوم شديد البرد، هذا ما هو بسب، هذا وصف لليوم بما فيه فقط. نعم.